مشتركي سبورينين. في الفيديو هذا إن شاء الله بنصلح لكم مجموعة من التمارينات على الكثافة، الأجسام الطافية والأجسام المعمورة. نبدأ بالتمرين رقم 1، أحسب كثافة قطعة الثلج بالنسبة للماء، مع العلم أن الكتلة الحجمية لقطعة الثلج 0.92 جرام للسنتيمتر المكعب، والكتلة الحجمية للماء تساوي 1 جرام في السنتيمتر المكعب. ماذا يحدث عندما نضع قطعة الثلج في الماء؟ إذا السؤال هنا يحب نلوش على الكثافة، عطيني كل المعطيات. إذا D يساوي رو على رو أولي، هكا ولا هذه كثافة قطعة الثلج. إذا يساوي 0.92 على 1 يساوي 0.92، الكثافة ما عندهاش وحدة، تفهمنا؟ إذا ماذا يحدث عندما نضع قطعة الثلج في الماء؟ شنو نلاحظ من هنا؟ D هذه أصغر من 1، إذا قطعة الثلج في الماء شنو يصير لها؟ تطفو على سطحه. إذا عند وضع قطعة الثلج في الماء فإنها تطفو على سطحه. تمارين 2، إذا عطيني جدول، عطيني فيه بعض المواد، الكتلة الحجمية لكل مادة. إذا سؤال رقم 1، صنف المواد الموجودة في الجدول إلى أجسام صلبة، أجسام سائلة، وأجسام غازية. ابحث عن كثافة المواد الصلبة والسائل بالنسبة للماء، وكثافة المواد الغازية بالنسبة للهواء. انتبهوا بالدي. إذا الصلبة والسائلة بالنسبة للماء، والغازية بالنسبة للهواء، أي من المواد السائلة أو الصلبة التي يمكنها أن تطفو فوق الماء؟ إذا نبدأ بأول سؤال اللي هو تصنيف هذه المواد إلى صلبة وسائلة وغازية. نبدأ بالأجسام الصلبة. إذا الأجسام الصلبة عندي الألمنيوم، عندي النحاس. إذا الألمنيوم، النحاس، النحاس الأصفر، الماس، الحديد الصلب، الفضة، الخشب، والذهب. فهمنا هذه الأجسام الصلبة اللي موجودة بالطبيعة في الجدول. الأجسام السائلة إذن الأجسام السائلة فما الماء، الزيت، الدم، الزئبق. والأجسام الغازية عندي الهواء، ثاني أكسيد الكربون، الأكسجين، والهيدروجين. إذن روجين، فهمنا هذه هي الأجسام الغازية بالطبيعة هكا موجودين في الجدول. تنجموا تقروا الجدول وتطلعوا كل نوع من الجسم، إذن الحالة الفيزيائية لكل جسم. ابحث عن كثافة المواد الصلبة والسائلة بالنسبة للماء، والمواد الغازية بالنسبة للهواء. إذا مش نبدأ بالصلبة والسائلة بالنسبة للماء، جمعة عملتها الكثافة متاع المادة بتاعي هي رو على رو ماء. إذا مش نبدأ بكثافة المواد السائلة، بما أنه ما عنديش برشا مواد سائلة، إذا عطيني الكتلة الحجمية للمادة بالكيلوغرام في المتر المكعب. إذا مش نخدم بالكتلة الحجمية للماء اللي هي 1000 بطبيعة. إذا المواد السائلة عندي الماء، الزيت، الدم، والزئبق. إذا مش نبدأ ب إذا كثافة المواد السائلة بطبيعة مش نخدم الزيت والدم والزئبق. إذا كثافة الماء بالنسبة للماء هي 1. إذا مش نبدأ كثافة لهنا الزيت، إذا يساوي الكتلة الحجمية للزيت على الكتلة الحجمية للماء. إذا الكتلة الحجمية للزيت على الكتلة الحجمية للماء، إذا عندي 800 على 1000 يساوي 0.8. الكثافة، إذا كثافة الزئبق يساوي، إذا الكتلة الحجمية للزئبق اللي هي 13600
على ألف موجودين في الجدول نقرأ فيه مباشرة من الجدول يساوي 13.60، ولنا كثافة الدم يساوي إذا الكتلة الحجمية للدم 1060 على 1000، إذا هنا يساوي 1.06. طب شو نخدم كثافة المواد الصلبة؟ بالطبيعة بالنسبة للماء إذن عندي الكثافة الكتلة الحجمية لهذه المواد الصلبة يكفي إني نخدم طبق طول القاعدة. إذن عندي كثافة الذهب يساوي 19.30، كثافة الفضة يساوي 10.50، نعمل في عملية طول، كثافة النحاس الأصفر إذن يساوي 8.47، كثافة النحاس يساوي 89، كثافة الحديد الصلب يساوي 7.86، كثافة الألمنيوم يساوي 2.70، كثافة الخشب يساوي 0.55. باقي ناخذ لنا من الجدول، عندي الجدول بتاعي ناخذ الكتلة الحجمية بتاع كل مادة ونقصها على 1000. طيب باش نخدمو كثافة المواد إذا الغازية، ننتبهوا للسؤال وكثافة المواد الغازية بالنسبة للهواء. إذا هنا باش نخدم دي يساوي الكتلة الحجمية للمادة على الكتلة الحجمية للهواء، باين ننتبهوا بالكدل. إذا هنا كثافة الأكسجين يساوي 1.10، كثافة ثاني أكسيد الكربون يساوي 1.53، كثافة الهيدروجين يساوي 0.70. فهمنا باقي ناخذ في كثافة الهواء إذا اللي هي 1.29، وكل مرة ناخذ الكتلة الحجمية للهواء، كل مرة ناخذ الكتلة الحجمية للمادة. مثال عندي الأكسجين لأن عطيني الكتلة الحجمية للأكسجين 1.43، إذا كثافة الأكسجين هي 1.43 قاسم 1.29، كثافة الهيدروجين هي 0.0899 قاسم 1.29، ثاني أكسيد الكربون هي 1.98 قاسم 1.29. بعد السؤال الأخراني، أي من المواد السائلة أو الصلبة التي يمكنها أن تطفو فوق الماء؟ شو معنى تطفو فوق الماء؟ معناتها الكثافة نتاعها باش تكون بالطبيعة أصغر من 1. إذا لهنا نجي نشوف عندي بالطبيعة عندي الزيت هاو 0.8، لهنا 13.6 و 1.06، لا لهنا عندي ديما نختار لي أصغر من 1. بالطبيعة عندي الخشب 0.55، هاكا الخشب إذا 0.55. عدد التمرين الموالي، أكمل الفراغات الموجودة في الجمل التالية بالكلمات المناسبة. عندي مجموعة الفراغات وباش نكملها. يمكن تركيب السائلين عبر إذا هنا باش نحاول إني نقرأ لكم الجملة ونحط كل مرة الكلمة في المكان المناسب متاعها. إذا يمكن لنا يمكن تركيب السائلين غير القابلين للامتزاج في بعضهما البعض، والسائل الأكثر كثافة هو الذي في القاع. إذا السائل الأكثر كثافة هو الذي لهنا يرسب في القاع، فهمنا؟ إذا هذه رقم 1، نكتب لكم الكلمات لهنا، إذا يرسب. فلنأخذ على سبيل المثال سوائل كما الماء والزيت والكحول، يمكننا القول بأن يطفو على سطح الماء وأن يطفو على سطح الزيت. إذا لهنا شنو اللي يطفو على سطح الماء؟ عندي الزيت بالطبيعة يطفو على سطح الماء، إذا لهنا الزيت، ولهنا يطفو على سطح الزيت الكحول، فهمنا؟ من بين الأدوات تلك المكونة من مادة كثافتها من 1 هي التي لا
لهنا تترسب في السوائل مثل الزجاج والحديد، إذا لهنا كثافتها أعلى، إذا أعلى. أما المواد الأخرى فتطفو مثل الثلج، الخشب، الشمع، والأدوات التي ترسب في الماء ترسب بالتأكيد في كافة السوائل التي تكون كثافتها أقل من واحد. فهمنا؟ نأخذ مكعبا من الثلج فهو على الماء. شو يصير مكعب الثلج هنا؟ يطفو. فهو يطفو على الماء وكذلك على الزيت، إذا فكثافته أقل من كثافة الزيت. هناك مواد تطفو فوق سطح الماء وهناك مواد أخرى ترسب. إذا هناك مواد تطفو فوق سطح الماء كما شنو؟ كما الخشب والشمع. إذا ومواد أخرى ترسب كما الحديد والزجاج والألمنيوم. إذا كي نكون عملت لكم مجموعة من التمارينات اللي فهمنا فيها عفوا معنى المواد التي تطفو والمواد التي ترسب والكثافة. إذا مادة تطفو أو ترسب نقارنوا الكثافة متاحة. إذا مثال عندي الكثافة هي دي يساوي رو على رو ماء، اللي كان نخدم لنا الكثافة بالنسبة للماء. إذا باش نشوف هل إنه نسميها هذه رو واحد دي واحد، هل إنه المادة واحد هذه تطفو أو لا على سطح الماء، لازم تكون الكثافة متاحة أقل من كثافة إذا أقل من واحد. فهمنا؟ كيف نشوف انا مثلا زوز مواد، مثلا باش ناخذ الزيت وناخذ الكحول، بالطبيعه باش نشوف هل الكحول تطفو على سطح الزيت ولا لا. يكفي اني نحسب دي يساوي دي واحد يساوي رو واحد على لنا رو، فهمنا، زيت، ونقارنها انا وشنو يحب الماده، معناتها اللي باش يشوفها هل انه الماده ذيك تطفو على سطح السائل ولا لا.